شاب سوري أبهر الجميع وتمكن من دخول التاريخ من أوسع أبوابه بعد أن توصل لابتكار فريد من نوعه سينقذ ملايين الأشخاص في حالات الطوارئ. فما القصة؟ وسائل الإعلام السورية تحدثت عن قصة نجاح جديدة لشاب سوري يدعى غيث بيبرس ويعمل في مجال الهندسة، حيث توصل لابتكار فريد من نوعه حاز على إشادات واسعة من الجميع. وبحسب ما جاء في التقارير فإن الشاب السوري ابتكر جهازاً يحمي الأشخاص في حالة حدوث طوارئ، وخاصة عند اندلاع الحرائق بشكل مفاجئ في أي مكان سواء كان مفتوح أو مغلق. ابتكار الشاب السوري عبارة عن جهاز ريبورت ذكي لإطفاء الحرائق، حيث يعمل بطريقة ذكية لإنقاذ حياة الكثيرين من الأشخاص الذين قد يعلقون أثناء اندلاع النيران. وحول تلك الفكرة قال الشاب السوري لوسائل الإعلام إنه فكر بطريقة وأسلوب مختلف من أجل حماية البشر في حال تعرضهم لمخاطر، وخاصة أزمات الحرائق والاقتراب من النيران. فتبادر إلى ذهنه في البداية فكرة حمايتهم باستخدام الروبوت، وخاصة أن العالم يشهد في الآونة الأخيرة تطوراً تكنولوجياً هائلاً ودخول تقنيات الذكاء الاصطناعي بقوة على الخط. فالشاب رأى التكنولوجيا الحديثة باتت تمنح الإنسان قدرات هائلة وغير مسبوقة، لذا فكر في ابتكار جهاز يكون قادراً على أن يحل محل الإنسان في الكثير من الأعمال، وخاصة الخطيرة منها كمهنة رجال الإطفاء مثلاً. ومن هنا بدأ الشاب السوري العمل على جهازه الجديد، حتى تمكن من التوصل إلى ابتكار جهاز الروبوت الذي يقوم بالتوجه إلى مكان الحريق عند حدوثه عبر حساسات ذكية متطورة. وبحسب الشاب السوري فإن جهاز الروبوت المبتكر تم تصميمه على إطفاء الحرائق وإنقاذ البشر، حيث إن له قدرة فائقة على التعرف على مكان الأشخاص العالقين داخل الحريق، بالإضافة إلى قدرته على التعرف على وجوههم ووضع كل شخص وحالته الصحية وفيما إذا كان على قيد الحياة أم لا. وبعد جمع تلك المعلومات يقوم جهاز روبوت الإطفاء بإرسال تلك البيانات الدقيقة إلى الفريق المشرف على الإنقاذ، حيث يضع الفريق خطة العمل لإنقاذ الأشخاص العالقين داخل الحريق بحسب المرسل إليهم عبر تقنية الذكاء الاصطناعي الموجودة في الروبوت. الشاب السوري أكد أن جهازه المبتكر يقوم أيضا بالعمل على تحديد أفضل مكان ونقطة للبدء في عملية الإنقاذ والإطفاء، حيث يرسم جهاز الروبوت خريطة للمكان بشكل تفصيلي. تلك المعلومات الهامة يستخدمها فريق الإنقاذ لتحديد الطريقة المثلى للتعامل مع الحالات الطارئة.